أكد الفريق ركن معالي الشيخ راشد بن عبد الله الخليفة وزير الداخلية أهمية المضي قدما نحو مزيد من التعاون والتنسيق للجهود لمواجهة الفكر الإرهابي المتطرف الذي يتنافى مع مبادئ ديننا الإسلامي وقيمنا العربية الأصيلة، مقدرا معاليه جهود المملكة العربية السعودية في مجال مكافحة الإرهاب ودعم مسيرة التعاون الأمني على المستويين الخليجي والعربي. استقبل الفريق الركن معالي الشيخ راشد بن عبد الله آل خليفة وزير الداخلية صاحب السمو الملكي الأمير عبد العزيز بن سعود بن نايف آل سعود وزير الداخلية بالمملكة العربية السعودية الشقيقة، وذلك لدى وصوله إلى معسكر قوة الأمن الخاصة بمنطقة سافرة في إطار الزيارة التي يقوم بها سموه إلى مملكة البحرين. وقد ألقى اللواء عبد الله الزايد نائب رئيس الأمن العام كلمة أشار فيها إلى أن قوة الأمن الخاصة استطاعت ولله الحمد إنجاز المهام الموكلة إليها بالتعاون مع الأجهزة الأمنية الأخرى، وقدمت التضحيات من الشهداء والمصابين في سبيل أداء مسؤوليتها الأمنية، منوها إلى أن القوة اليوم أصبحت على مستوى عال من الجاهزية والكفاءة والخبرة بفضل ما تهيأ لها من الإمكانيات المادية والبشرية وبما يتمتع به منتسبوها من معنويات عالية وما يتمسكون به من قيم الولاء والانتماء لقيادة جلالة الملك المفدى حفظه الله ورعاه. بعدها بدأت مجريات التمرين الأمني والذي اشتمل على عدد من المواقف الأمنية التي يتم التعامل معها، وذلك بهدف الوقوف على جاهزية وحدات العملية الخاصة لمكافحة الأعمال الإرهابية. وقد أشاد صاحب السمو الملكي الأمير عبد العزيز بن سعود بن نايف آل سعود وزير الداخلية بالمملكة العربية السعودية الشقيقة بسير عمليات التمرين في إطار تنفيذ الفرضيات والمواقف الأمنية، مضيفا أن درجة التنسيق والتفاعل بين القوات المشاركة تعكس الجاهزية والكفاءة العالية في التعامل مع كافة الظروف والمستجدات الأمنية، معربا سموه عن شكره وتقديره لكافة القوات المشاركة على هذا الأداء المتميز في إطار منظومة أمنية متكاملة. من جهته ثمن معالي وزير الداخلية زيارة سمو الأمير الميدانية إلى قوة الأمن الخاصة، حيث اطلع خلالها عن قرب على مستوى التدريب والتجهيز وإمكانيات القيام مستقبلا بتمارين مشتركة على المستوى الثنائي في مجال مكافحة الإرهاب، مقدرا معاليه جهود المملكة العربية السعودية في مجال مكافحة الإرهاب ودعم مسيرة التعاون الأمني على المستويين الخليجي والعربي، وأهمية المضي قدما نحو مزيد من التعاون وتنسيق الجهود لمواجهة الفكر الإرهابي المتطرف الذي يتنافى مع مبادئ ديننا الإسلامي وقيمنا العربية الأصيلة. وفي ختام الزيارة طلع صاحب السمو الملكي وزير الداخلية بالمملكة العربية السعودية الشقيقة على عدد من المعدات والتجهيزات المستخدمة في العمل الأمني.